بدوره أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري مقتل القيادي البارز في حماس رائد ثابت في عملية استهدفت مستشفى الشفاء في مدينة غزة. تمكنا من اغتيال المسؤول الكبير في حماس رائد ثابت في محيط مجمع الشفاء. هذا المسؤول شغل منصب رئيس هيئة الإمداد العسكري في الحركة، وفي الماضي كان رئيساً لمنظومة الإنتاج، وهو بنك المعرفة لحماس فيما يتعلق بالمعدات والذخائر، وهو أيضاً مقرب من السنوار.